مرحبا بك في جوتن، حيث نساعدك لتتعلم فن إبداع تصاميم رائعة لجدران عصرية فخمة باستخدام التشكيلة الجديدة من دهانات تصميمات ليدي من جوتن. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تنفيذ تصميم المعادن الثمينة من مجموعة أنيق باستخدام فينوماستيك الألوان الناصعة الأبيض المائي غير اللامع وفينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع S3050Y75R وفينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S7020Y90R وتكسو كومباوند الأبيض وبروفايل ديكور وتصميمات ليدي برستيج النحاسي والذهبي. لتنفيذ هذا التصميم سوف تحتاج إلى رولة عادية ورولة ذات سطح خشن ورولة بلاستيكية وكشاطة وفرشاة ناعمة. بعد تجهيز الجدار ادهن طبقة واحدة من فينوماستيك الألوان الناصعة الأبيض المائي غير اللامع باستخدام الرولة العادية وانتظر حتى يجف الدهان. ادهن الطبقة الأساسية الثانية من تكسو كومباوند الأبيض بشكل متساو باستخدام الرولة ذات السطح الخشن. في أثناء جفاف السطح استخدم الرولة البلاستيكية بعد أن تغطسها في التينر رقم 2 للضغط برفق على السطح للحصول على ملمس غير منتظم وانتظر حتى يجف. استخدم الرولة لتضع طبقة واحدة من فينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع S3050Y75R وانتظر حتى يجف الدهان. ادهن طبقة واحدة من تصميمات ليدي برستيج النحاسي باستخدام الكشاطة، ثم استخدم يدك لتضع القليل من بروفايل ديكور بشكل عشوائي فوق بقع محددة للحصول على بقع ذات ملمس غير منتظم. استخدم الفرشاة لإضافة تصميمات ليدي برستيج الذهبي فوق الطبقة العلوية الثانية وللتغطية ما تبقى. ادهن فينوماستيك الألوان الناصعة المائي الحريري S7020Y90R ليتشكل المظهر والملمس المعدني المعتق. ضع لمساتك الأخيرة من خلال ضربات خفيفة من تصميمات ليدي برستيج النحاسي على جوانب الطبقة الثالثة والرابعة باستخدام فرشاة رفيعة لينة وانتظر حتى يجف الدهان. لقد قمت للتو بتنفيذ تصميم المعادن الثمينة المثالي. شكراً لاستخدامك هذا البرنامج التعليمي من جوتن، حيث نساعدك لتتقن فن تنفيذ تصاميم متألقة مع الأولى في الدهانات.